مساء نور، مساء الياسمين، مساء الفن. شكرا على تقديم استدعاء. صراحة ما كنت كنتظرو، ولكن كنشكرك بزاف. فنان مغربي مقيم بالمهجر، بالضبط بنواحي باريس، سعيد عيادي، ملقب بفلامينكو. فلامينكو يعني إذا بغينا نعرفوا كلمة فلامينكو، يعني في القرن الثامن عشر هذه الكلمة في الأصل التسمية هو الفلاح منكم. فكيعجبني هذا اللون لأن ثورات مغربي أصيل 100%، وهذا اللون كنشوفوه تطوان، طنجة، شفشاون. ففلامينكو، وما تنسيش بأن الأستاذ شقارة رحمة الله عليه كان يعني في هذا يعني هذا النوع من الموسيقى وتراث مغربي. الجديد إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون واحد الحفل 8 نوفمبر نور انيفرسيل اللي كيترأسها رئيس الجمعوي وفنان أيضا وصديق وأخ، ألا وهو سي فتاح المسناوي. إن شاء الله غادي نحيو واحد سهرة فنية في نواحي باريس، بالضبط في أنيير، الوكازيون د يعني مناسبة عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء اللي هي غالية علينا وغالية على الشعب المغربي، وعلى رأسها ملك البلاد سيدي محمد نصره الله وأيده. وإن شاء الله الرحمن الرحيم أيضا عندي واحد الألبوم دابا بخيسك واحد 3 سنوات أنا كنشتغل عليه، اللي هو كيتكلم على المرأة المغربية وكيتكلم على المهاجر وأيضا على الزمان، هو اللي هو الزمان القاسي. كنخدم على هذا الألبوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما بغيتش نتسرع لأن ملي كنبغي ندير شي حاجة، فرحم الله عبدا من عمل عملا صالحا وأتقنه، يعني كناخذ المسائل ديالي بلاتي بشوية عليا، وإن شاء الله عن قريب غادي يكون إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي طبعا غادي نخرجوه باش يسمعوه ان شاء الله المغاربه والناس اللي كيتبعوا سعيد فلامينكو. فهذا الهدف يعني لما كتكون خارج ديار الوطن تما كتعرف راسك انك تحس بديك يعني انت غريب على الوطن. والجاليه ما تنسيش ان الجاليه المغربيه متعطشه انها باش تسمع ثورات المغربي. فانا كان بازي بزاف على الثورات المغربي، لان ما يمكن ليناش نفرطوا فيه. كنشتغل عليه بزاف وبالخصوص المناسبات الوطنيه. فوالا لان خصك داك الثورات المغربي انك يعني تكون واحد الرساله يعني الوليدات، ما غاديش نقول وليداتي لان انا مازال ما عندي الوليدات، ولكن كنترونسفيرو داك لو ميساج لابناء الجاليه المغربيه. يعني كتبغي يعني الفن هو رساله اخذ وعطاء. كتجمعني علاقه مع بزاف ديال الفنانين المغرب، منهم سيدي انور الجندي والسي محمد الجم والمخرج السيد الشراوي، الفرقه الوطنيه. فكندير تنسيقات لان لما وزاره الجاليه كتصيفطهم يعني فنانه كبار ومعروفين ما يحتاجوش سعيد فلامينكو، ولكن كنسندوهم وكان يعني كنقلبوا لهم دي جمعيات اللي هما مغاربه، بالخصوص الجمعيات اللي هما معقولين، وكنديروا داك التنسيق. وكتجمعني علاقة يعني أيضا بزاف ديال الفنانات المغرب، منهم ناس الغيوان، ناس تقادة، وسي محمد الغاوي، يونس ميقري، المهم سي فتاح. طبعا سي فتاح المسناوي فنان، أولا كنحييه لأنه فتاح المسناوي واحد الفنان اللي عطى كثير للساحة الفنية، ورجل يعني خلوق وإنسان كيستافد من داك الشخص. يعني انا كنعتبره اخ، ولما اسست الجمعيه لاول مره درت الافتتاح ديالها كان تكريم الخالد السكاح، وطبعا مباشره فكرت في السي فتاح المسناوي لانه يستحق. نعم، الجمعيه هي اسيام
Qu'est-ce que signifie le mot ASEAN? C'est l'art et culture du monde. يعني الفن الثقافي للعالم. الهدف وراء ذلك أننا باش نعرفوا الثقافة المغربية. وكنديروا تكريمات الفنانة اللي عطاو كثير للساحة الفنية. وكنديفلوبيو الأغنية المغربية خارج ديار الوطن. وعن قريب إن شاء الله غادي يكون واحد لوماج ديال أزنافور. لأن حتى حنا عايشين في فرنسا ما كننساو أن ديك البلد حتى هي كان يعني كان كما كتهلا فينا اكيد اننا ما خصناش خصنا نديروا واحد يعني كنفكروا في ذاك البلد لان كنعتبر البلد ديالي الثاني بعد الوطن الحبيب بطبيعه الحال وفكرت ان غادي يكون واحد لوماج ديال ازنافو يعني الجمعيه كدير يعني دي زاكتيفيتي كولتوريل والفن لان فوالا هذا هو لوبجيكتيف ديال لاسوسياسيون. اولا كنشكرك استاذه وكنشكر الطاقم نتاع جريده الاصوات وكنشكركم على الاستقبال سانسيرمون سيت ان اكوي تري جو ريميرسي توس وبالخصوص الرئيس ديالها سي محمد يدين كنتمنى له التوفيق ونتمنى هذه الجريده ان تزيد تستضيف فنانه اللي عطاو كثير للساحه الفنيه وغادي نختم بشي مواليه يا لاله والله ما ننساكم والله ما ننساكم شربتوني بكاسكم شربتوني شرب ربني والله ما ننساكم. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.